يضرب الآخر، تشديد على الخارج، أما الداخل فالانفلات هو الواقع. جنات، مهربون، سارقون، الخارجية باختصاصات الداخلية والدفاع، والآخرون مغيبون عن المشهد. هي دولة أم مجموعة أشخاص؟ وحدة وطنية شعار يختم به أوراق لإسكات الشعب. الطوابير لا تزال تطول والأزمات لم تحل. هل هي فترة أخرى بأسماء جديدة أم أنها ستفي بوعودها التي أقسمت عليها؟ حلفان خدر الوجع لكنه لم يداوي العلة. مصالحة وطنية، توحيد مؤسسات وانتخابات من المفترض أن يبدأ التجهيز لها. فرصة أخيرة للم شمل الدولة المنهارة لتكون الأشهر المقادمة إمام حضر للهاوية أو إيفاء بالوعود التي تعتبر إلى غاية الآن خاوية. أزناتي، اللقاح أفضل من كورونا. التطعيمات تقلل عدد الإصابات بمصراتها. ومكونات فزان تحذر من تهديد حالة الاستقرار. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من هنا ليبيا. دعا وزير الصحه في حكومه الوحده الوطنيه المؤقته الدكتور علي زناتي المواطنين الى ضروره التسجيل بسرعه في المنظومه الخاصه بجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا. وفي ندوه خاصه بالوباء وجرعات التلقيح قال زناتي: اللقاح بمضاعفاته الخفيفه افضل من كورونا، مضيفا ان التطعيمات مثلها مثل كل الادويه في العالم لها بعض المضاعفات الجانبيه تبدا بمكان الوخزه في شكل احمرار او تورم قليل أو ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع وربما شعور بالإرهاق والتعب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب التوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية بنغازي سيد أحمد العوامي. أهلا وسهلا بك سيد العوامي. أولا لو نتكلم على حملة التوعية، هل هي ما زالت مستمرة أم توقفت؟ نعم، تحية لك يا عبد السلام ولكل القائمين على هذا البرنامج وكل أهلنا في كل ربوع ليبيا وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك. برامج التوعية حق مستمرة أخي عبد السلام. يعني قبل قليل كنا في برنامج مباشر في إذاعة بنغازي المحلية وخلصنا جل الحلقة عن يعني التوعية ب يعني فيروس كورونا وأهمية، لأن في كثير من الناس اللي يعتقد أن ما عادش في داعي للتمارس الإجراءات الاحترازية. شفنا بعض يعني خاصة في شهر رمضان وفي المصارف، يعني شفنا الازدحام اللي حقيقة كنا قلقين منه، وبالتالي احنا ما زلنا مستمرين في التوعية. لابد يعني خاصة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللي هي التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، الاهتمام بالتهوية، وأيضا موضوع إفراح اليدين، يعني الغسل بالماء والصابون أو الدعك. طيب طيب، احنا في الغالب أو في بداية الفيروس وبداية انتشار الفيروس كان في حملات كبيرة جدا على الوقاية وعلى الخطوات المفترض أن هو يتبعها المواطن، ولكن أغلب أصحاب هذه الحملات قالوا أو اشتكوا من عدم التزام المواطنين بما يقوموا به بالحملة. يعني اليوم هل الحملات فعلا تجدي نفعا بالنسبة للمواطن أن هو يلتزم بكل ما يتم تداوله في هذه الحملات، أم أن هي مجرد حملات يعني للأسف
لا يلتزم بها المواطن ولا يتبع الخطوات التي تذكر خلالها. نعم، هو حقيقة نحن يعني نلاحظ في التزام، ولكن نحن أخي عبد السلام ما نلمش على المواطن فقط، يعني المواطن مرات هو مقتنع بمصادر الفيروس والتباعد، ولكن هو مضطر أنه يذهب إلى المصرف لاستلام مرتبة، فلما إدارة المصرف ما تهتمش ويعني يكون الحضور محدود، الساعات قليلة، الوقت محدود، يعني هناك أيام محدودة لاستلام السيولة مثلا أو لمتابعة الإجراءات، حقيقة هذه تحتمل مشكلة، فبالتالي المسؤولية مسؤولية الجميع، لابد الكل يشترك ويساعد حتى المواطن لأن يعني يتمكن من تطبيق هذه الإجراءات، نوفر له مكان مناسب، نزيد ساعات العمل، نزيد عدد الموظفين في المصارف، يعني على سبيل المثال محلات المولات الكبيرة اللي مثلا فيها المواطن يعني يجد فيها كل شيء، يعني لابد نزيد فيها مثلا عدد البائعين، نزيد عدد الناس اللي هم يعملوا على الخدمات المصرفية اللي أغلب المواطنين يعني يتعاملوا بها، هذه كلها أمور حقيقة نحن تحدثنا عليها، بالإضافة إلى نحن حتى كان عندنا برامج للتوعية بأهمية التطعيم، والحمد لله طبعا تطعيم الحملة الوطنية انطلقت كيف ما نعرفه في بنغازي كما انطلقت في كل مدن ليبيا، توقعنا أن حيكون في عزوف، ولكن يعني لاحظنا حقيقة في كان في إقبال، طبعا عندنا 14 مركز تطعيم في بنغازي، فلاحظنا يعني في المرحلة الأولى أن كان حضور المواطنين يعني طيب هذا العدد من الحملات، وإن كنتم مازلتم مشاركين حتى في حملة التطعيم، يعني هل عندكم الإمكانيات الكافية أنكم أنتم تستمروا في هذه الحملات أم أن في بعض الصعوبات أو النواقص اللي تنقصكم؟ طبعا حقيقة يعني تم تخصيص 14 مركز من ضمن مرافقنا الصحية الموجودة، يعني عندنا مجموعة من مرافق الرعاية الصحية، فاخترنا 14 مركز صحي حسب التوزيع الجغرافي، يعني كل الإمكانيات كانت متوفرة، ما عدا واجهتنا مثلا عدم توفر المجمدات الخاصة بحفظ الطعم سبوتنيك، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وحسب ما أبلغنا السيد ناصر الكديكي مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة أن يعني تم حل هذه المشكلة، وإن شاء الله يعني حتستلم مدينة بنغازي هذا التطعيم وحتبدأ في تطعيم الفئات المستهدفة بإذن الله تعالى. يعني شكرا جزيلا لك مدير مكتب التوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية في بنغازي السيد أحمد العوامي على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، رغم وعدم الالتزام من أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، إلا أن مدينة مصراتة تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس. يرجع سبب ذلك حسب المسؤولين بالمدينة لحملة التطعيم التي انطلقت مطلع الشهر الماضي. تقرير التالي والتفاصيل. تشهد مدينة مصراتة انخفاضا نسبي في عدد الحالات المصابة بكورونا، وذلك رغم الازدحام الشديد الذي شهده شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بين نسبة كبيرة من المواطنين. ويرجح سبب هذا الانخفاض حسب فريق الرصد والاستجابة السريعة بالمدينة إلى التطعيمات التي وصلت ليبيا مطلع الشهر الماضي، والتي وصل عددها إلى أكثر من 100,000 جرعة وزعت على المدن الكبرى والتي تسجل فيها حالات الإصابة بنسبة كبيرة. وحسب مسؤول التطعيمات في مصراتة محمد مليطان، فقد وصلت إلى مدينة مصراتة أكثر من 8,000 جرعة، على أن تزداد الكمية في الفترة المقبلة من أجل تطعيم العدد الأكبر من المواطنين وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. وحسب مكتب الإعلام بوزارة الصحة، فقد تنوعت اللقاحات التي وصلت إلى ليبيا بين اللقاح الروسي والصيني والبريطاني، وقد قسم كل نوع من هذه اللقاحات على الفئات العمرية لضمان التوزيع العادل بين المواطنين. أحمد التومي، WTV مصراتة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدينة مصراتة أحمد التومي. أهلا وسهلا بك أحمد. اليوم اللقاحات اللي موجودة في أغلب المدن تشهد، أو في أغلب البلدان يعني تشهد عزوف من بعض المواطنين نتيجة عدم إلى غاية الآن إيمانهم أو يعني تصديقهم بفاعلية هذا اللقاح، ونتيجة حتى بعض الدراسات اللي تقول أن في بعض اللقاحات ممكن تسبب في تجلطات أو تسبب في أعراض جانبية خطيرة ممكن تؤدي إلى الوفاة. اليوم في ليبيا كيف، أو في مصراتة بالتحديد، كيف هي حالة القبول على اللقاحات اللي تعطى في مدينة مصراتة؟ وبالفعل زميلي
عبد السلام كيف ما تكلمت انت، في نسبة كبيرة يعني من دول العالم متخوفة من موضوع اللقاح بخصوص يعني الآثار الجانبية اللي ممكن يسببها هذا اللقاح، لكن لحد الآن يعني في مدينة مصراتة وصلها كيف ما ذكرت أنا سابقا في التقرير، وصلها اللقاح الروسي واللقاح الصيني وغيرها من أنواع اللقاحات، وحوالي أكثر من 8000 لقاح وزع على المراكز الصحية والمستشفيات العامة بالمدينة، وتم يعني إعطاء هذه اللقاحات في البداية يعني كانت بالدرجة الأولى للمواطنين أو للناس كبار السن واللي عندهم الأمراض المزمنة، إضافة يعني إلى سواء كانوا الشباب الصغار في العمر أو حتى الأطفال والرجال والنساء يعني وزع بالتدريج. طبعا توزيع هذه اللقاحات أو إعطاء هذه اللقاحات كان عن طريق المنظومة اللي يسجلوا فيها المواطنين عن طريق الإنترنت، وحسب محمد مليطان يعني مدير مسؤول التطعيمات في مدينة مصراتة، التطعيمات الموجودة الآن في مصراتة تم إعطائها للمواطنين بالكامل في انتظار أيضا يعني وصول جرعات أخرى أو كميات أخرى من اللقاح لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. طيب. كيف ما ذكرت في التقرير هذا اللقاح أو إعطاء هذا اللقاح كان له الأثر الإيجابي على نقص عدد الحالات نسبيا في مدينة مصراتة، لكن طبعا هذا مش بسبب التزام المواطنين إما بسبب اللقاح. طيب. طيب هل في مواطنين من مناطق ثانية اليوم لجؤوا لمدينة مصراتة لأخذ اللقاح، أم أن اللقاحات الموجودة فقط هي للمواطنين مدينة مصراتة؟ أنت كيف ما تعرف عبد السلام مدينة مصراتة أو بلدية مصراتة تحديدا حدودها من الدفنية غربا إلى يعني أبو قرين شرقا، فكل هذه المناطق أبو قرين تورغة وادي زمزم، حتى يعني في ناس يجوا من صديتن ومن بني وليد، في ناس ما وصل في مراكز صحية نفذ فيها كمية اللقاح، فيعني يجوا لمدينة مصراتة ويأخذوا اللقاح، لكن هذه الناس تحديدا يعني يجوا يأخذوا فيها لأن هم رات يكون عندهم سفر أو لأن هم مسافرين، يعني مش لأن هم المفروض أن يأخذون مدينة مصراتة. زيد على ذلك يا عبد السلام كيف ما نعرف أن اللقاح تم توزيعه أو الكمية الأكبر من اللقاحات تم توزيعها في بنغازي وفي مصراتة وفي طرابلس بحكم أن هذه المدن يعني هي اللي تشتغل فيها المطارات وتستقبل الفرقات وفيها أكبر عدد يعني من المواطنين وفيها ازدحام كبير يعني. طيب عدد كبير من المواطنين زي ما ذكرت أحمد، يعني من المفترض أن يكون في عدد كبير برضو من المراكز اللي تلقح أو تعطي في هذا اللقاح للمواطنين، كم عدد المراكز اليوم المشاركة في عملية التلقيح أو التطعيم؟ نعم، عدد المراكز الموجودة في مصراتة تحديداً هي حوالي من 5 إلى 6 مراكز، بداية من مركز مصراتة الطبي إلى مركز زاوية المحجوب إلى مركز قصر أحمد ومركز راس الطوبة والعديد من المراكز الأخرى وزعت عليها بالتساوي على حسب سكان هذه المناطق، وحسب ما كيف ما قلت سابقاً محمد المليطان فقد تم توزيع هذه اللقاحات بالكامل في انتظار أن تصل اللقاحات الأخرى لإعطاء العدد الأكبر أو إعطاء المزيد من اللقاحات. يعني كل المراكز في مدينة مصراتة اليوم مشاركة في عملية التلقيح؟ نعم، المراكز الصحية اللي هي اختصاصها أنها تقدم تطعيمات سواء كان في موضوع كورونا أو غيره يعني. طيب لو تحدثنا على الصعوبات اللي ممكن تواجه لجان التلقيح أو لجان التطعيم، هل في أي صعوبات تواجههم من ناحية ممكن الازدحام، من ناحية تخوف المواطنين، من ناحية ممكن حتى في بعض المناطق لجأت هذه اللجان لإقناع المواطن بأنه هو يأخذ هذا اللقاح يعني؟ نعم، هو الأمانة يعني بالنسبة للمواطنين أنا ما شفتش إنه في خوف، بالعكس يعني النسبة الأكبر من المواطنين فرحت بقدوم اللقاح. ضف على ذلك إن الإشكاليات اللي تواجه في القائمين على توزيع هذه اللقاحات هي موضوع التسجيل عبر الإنترنت، يعني هو المفروض المواطن قبل ما إنه هو يجي يتلقى اللقاح توصل رسالة عبر رسالة SMS عبر هاتفه المحمول من أجل إنه هو يعني يذهب ويتلقى اللقاح، لكن النسبة الأكبر من المواطنين تعرف في ليبيا بشكل عام يعني يذهب مباشرة إلى المستشفى أو لمركز التطعيم أو لمركز الخدمات الصحية ويقول إن ما نعرفش نسجل عن طريق الإنترنت، ويضطروا إن هم يعني يعاونوه ويعطوه اللقاح بشكل طيب. مباشر يعني بدون التسجيل. كم هي الفترة من وقت الشخص إن هو يبعث هذا المسج أو إن هو يسجل في المنصة لغاية فترة إعطائه الموعد للتلقيح؟ هل هي بعد شهر أم بعد شهرين يعني يعطى الموعد اليوم للمواطن؟ هو بالنسبة أنت عارف أنت لما بتجيبها كأول دفعة السلام فكون في دائما في ازدحام، فقبل حتى ما يوصل اللقاحات في مدينة مصراتة أو التطعيمات في مدينة مصراتة كانت المنظومة شغالة يعني واستقبلوا العدد الأكبر من الطلبات، ومجرد أن وصلت هذه اللقاحات تم إعطائها للمواطنين
وبعدها يعني بيقدم لك انت تبعت كمواطن او تسجل في المنظومه عبر الانترنت، بعدها باربع او خمس ايام حتجيك رساله اس ام اس وعلى اثرها ان انت تمشي وتتلقى اللقاح. نعم. طيب هل هناك اي ارشادات احمد للمواطنين اليوم بعد تلقي اللقاح، مثلا من ناحيه عدم اختلاط، ام ممكن في ارشادات معينه ام تعليمات معينه تعطى للمواطنين اللي تلقوا هذا التطعيم؟ نعم، بالنسبه لانطباعات المواطنين اللي تلقوا اللقاح على السلام، يعني انا تحدثت مع اكثر من شخص تلقى اللقاح وقال لي انه هو بمجرد انه هو يتلقى اللقاح بعدها باربع او خمس ساعات حيحس بغثيان وارتفاع في درجه الحراره وشويه الام، لكن بعدها ثاني يوم او ثالث يوم يرجع طبيعي. وطبعا انت كيف ما ذكرت يعني في البدايه، موضوع اللقاح ماهوش فعال بدرجه كبيره او ماهوش مضمون 100%، فالمواطن عليه انه حتى بعد يتلقى هذا اللقاح المفروض انه هو يستمر في اتباع الاجراءات الوقائيه. وهذا وانا نشوف فيها شخصيا يعني انك انت بمجرد انك خذيت اللقاح هذا لا يمنع اصابتك يعني بعد فتره بفيروس كورونا يعني. طيب نعم. في سؤال مش عارف هل عندك اجابته او انك انت ممكن عارف هذا الشيء موجود او مش موجود حتى عندنا، موجود في ليبيا ممكن او لا. في اغلب الدول اليوم او في معظم الدول اليوم بعد ما ياخذ المواطن اللقاح سواء كان في المرحله الاولى او المرحله الثانيه، ياخذ يعني اللقاح على المرحلتين تبعوا له، المفروض انه هو يعطوه ورقه او انه هو يختم له في جوازه انه هو تلقى اللقاح، بحيث انه هو ما يلجاش لفحص البي سي ار ام تنبي يسافر او ما يلجاش لفحص كورونا وقت اللي بيسافر، بحيث انه هو يطلع نيجاتيف او سلبي ويمكن انه هو يسافر. في ليبيا هل الاليه هذه فعاله ام ان اللي ياخذ اللقاح كانه عادي يعني كانه ما اخذاه وخلاص؟ نعم، هو في جميع المراكز الصحيه عبد السلام في بروتوكول يتبع دائما سواء كان في تطعيم كورونا او غيره. البروتوكول هذا عباره عن بطاقه تسلم للمواطن ويختم له عليها ويوقع عليها ويكتب فيها ايضا تاريخ تلقيه للقاح الاول. هذا الكسكسي يعني بمجرد انه هو لو الشخص حابب انه يسافر برا ليبيا لاي دوله اخرى، بمجرد انه هو يوصل للمطار بدل مثلا ما يسلم ورقه فحص البي سي ار يسلم هذا الكتيب او يطلع القائمين يعني او العاملين في المطار على هذا الكتيب، تم له السماح مباشره في الذهاب برحلته يعني بسلام. نعم. طيب شكرا جزيلا لك من مدينه مصراته مراسلنا احمد التومي على كل هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة الليلة من هنا ليبيا. أهلا بكم من جديد. استقبل مطار طبرق الدولي رحلة تجريبية لشركة برنيق للطيران ليعلن بذلك جاهزيته لاستقبال الرحلات منه وإليه سواء داخلية أو الخارجية، بالرغم من أعمال الاستحداث والصيانة التي يشهدها المطار خلال هذه الفترة. مراسلنا محمد شحات زار المطار وعاد لنا بهذا التقرير. استحداث وتحوير وصيانة أعمال جارية يشهدها مطار طبرق الدولي المتوقف عن العمل منذ أشهر عدة، فبين التوسعة والاستحداث تكمن الخطة الموضوعة من قبل إدارة المطار لإضفاء نوع من الحداثة عليه. هناك عديد من المشاريع داخل مطار طبرق تم استئناف العمل بها وفي مشاريع تم التعاقد عليها عن طريق مصلحة المطارات بالحكومة الليبية وهيئة النقل والمواصلات. هناك بعض المشاريع تم اتمامها وتسليمها من ضمنها مشروع مخزن لجمارك وتخزين بضائع، صيانة برج المراقبة، صيانة غرفة التحكم وإنارة الحقل الجوي. هناك بعض المشاريع بها نسب إنجاز التفاوت، صيانة الطريق وتطويرها داخل المطار والرابطة بين ساحات الوقوف وساحات المناولة، صالة الركاب هي قيد الإنجاز، نسبة الإنجاز بها تتجاوز 40% أو 50%، والشركة قائمة على الأعمال حاليا. كذلك هناك بعض المشاريع المستهدفة التي نأمل الموافقة عليها في القريب العاجل إن شاء الله. لم يكن هنالك أفضل من استقبال رحلة تجريبية لإعلان جاهزية المطار في تسيير الرحلات منه وإليه بالرغم من قلة الإمكانات التي يشهدها المطار. مطار طبرق الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الرحلات من وإلى المطار سواء الداخلية أو الخارجية، هو مطار طبرق في زازية تامة على مدار 24 ساعة.
هو في الحقيقة لا يخفى على أحد الظروف التي تمر بها الدولة الليبية والحكومة الليبية. هناك نقص كبير في الإمكانيات وفي التجهيزات، ولكن بالمتاح نخدم بالمتاح. بالرغم من كل شيء تبقى هناك مساع شبابية جادة تكمن في إبراز مطار يقدم خدمة نقل معقولة في ظل ما يشهده العالم من تطور خاصة في مجال النقل المتعدد. فهل ستساعدهم الظروف باللحاق بركب هذا التطور أم أننا سننتظر كثيرا؟ محمد شحات، WTV. حضرت مكونات منطقة فزان من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية ونشطاء المجتمع المدني من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي وانعدام الخطط التنموية، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لحالة الاستقرار بليبيا. جاء ذلك في الإعلان الذي أصدرته مكونات منطقة فزان والذي أطلقوا عليه إعلان سمنو بالجنوب الغربي لليبيا، محذرين من خطورة استمرار حالة التجاهل التي تقوم بها السلطات في مدينة طرابلس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط المدني محمد الأنصاري. أهلا وسهلا بك سيد الأنصاري، اليوم لماذا هذا التوقيت بالتحديد ليعلن الجنوب إعلان سمنو؟ أهلا وسهلا بكم جميعا وأهلا بجميع المشاهدين وشكرا لتاحت هذه الفرصة. طبعا من المعروف جدا بعد انتهاء الأزمة المسلحة بين المنطقة الشرقية والغربية، أو بالأحرى بين وتوحيد المؤسسات أو توحيد الحكومة، حكومة الشرق والمنطقة الغربية، بدأ واضحا أن هنالك أمل كبير جدا من المنطقة الجنوبية لإنهاء أزمته، لأن في نهاية الأمر المنطقة الجنوبية أكثر تضررا من حالة النزاع القائم وحالة الانقسام القائمة. لذلك هذا الأمل في حالة أنه لم يتحقق فإنه بنسبة هذا الأمل يكون الخطر، بنسبة ارتفاع هذا الأمل يكون مستوى الخطر، خاصة نتيجة للتحركات الأمنية. سيد الأنصاري، ما هو الخطر الذي يهدد الجنوب؟ ركز معي قليلا. خاصة أن هنالك تحركات إقليمية ودولية جديدة في المنطقة، وأيضا سوء الأمن، سوء الحالة الأمنية في المنطقة، زائدا انعدام الخدمات، زائدا عدم قناعة المجتمع بوجود العقد الاجتماعي اللي كان يربط الدولة الليبيين ببعضهم. إذا كان العقد الأخلاقي، إذا كان هناك عقد الدولة اللي هو المبني على القانونية بأن المنطقة الجنوبية ترفع هذه الاحتياجات إلى المنطقة إلى 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 إلى, إلى السلطة المركزية وإعادة توزيعها بما يحتاجه المجتمع، هذا انتهى هذا العقد بسبب مركزية الدولة وعدم دعم البلديات. طيب. وإذا كان سيد الأنصاري، هذا كله انتكر في البيان، ولكن خلينا نتكلم على القصص الثانية أو المواضيع الثانية اللي غير مذكورة في البيان، اللي هي أنت ذكرت أن في خطر يهدد الجنوب. أي نوع من الخطر اللي يهدد الجنوب وشنو هو هذا الخطر؟ الخطر يكمن في أننا لا نستطيع التكهن بأي حال من الأحوال أن يخرج علينا مجموعة اليوم وتقول إننا نتجه إلى طرابلس أو نتجه إلى بنغازي أو نتجه إلى أو تتحالف مع أي قوة إقليمية، ذلك لأن لن يكون هنالك تعاطف حتى أخلاقي، ولا الحكومة انتبهت إلى الجنوب منذ 10 سنوات الماضية. لذلك على حكومة الوحدة الوطنية أن تنتبه إلى خطورة المرحلة خاصة في المنطقة الجنوبية. نتيجة، وأعيد وأكرر بين هذه السطور، أن هنالك تحركات إقليمية ودولية في المنطقة لم يسبق لها أن حدثت في السنوات الماضية. كيف حركات إقليمية في المنطقة؟ تقصد في الجنوب؟ حركة إقليمية ودولية في الجنوب بشكل عام، خاصة مثلا على دول الطوق، يعني على سبيل المثال. يعني أنت تقصد بأي حرب. طيب سيد الأنصاري، بس خلينا نقطة، أنت تقصد اليوم أن في أفراد غير ليبيين أو عساكر غير ليبيين موجودين في الجنوب الليبي اليوم؟ لا، هو أبعد من ذلك بكثير. يعني ممكن أنا يمكن ضبط هذا الأمر، لكن نحن هناك تحركات دول حقيقية قادرة على السيطرة والتحكم في المنطقة، ولديها سيطرة ونفوذ. لا يجب على الحكومات أو على بالأحرى حكومة الوحدة الوطنية أن تدفع أو أن تحقق ذرائع لأي شخص طامع في المنطقة. القائد وصاحب السلطة يجب عليه أن يسد الذرائع، لا أن يحارب ردود الفعل. هذه النقطة التي يجب أن نوضحها، والنقطة التي أهم قالها لوبون في كتاب روح الثورات: امنح حقوق الناس طوعا قبل اليوم الذي تمنح فيه كرها. طيب. أنا ندري بأي حال في نواب موجودين في المناصب السيادية سيد الأنصاري، موجودين هم نواب يمثلون الجنوب الليبي، والجنوب سؤال كويس، ينادي بالتهميش أو يقول بأن الجنوب اليوم، أهل الجنوب يقولون بأنهم مهمشين. كيف مهمشين وفي نواب في المناصب السيادية؟
ممتاز جدا، هذا سؤال رائع. ما الذي قدمه بقية النواب اللي الموجودين على بقية ربوع الدولة الليبية؟ النواب بشكل عام هو جسم نستطيع أن نقول عليه عاجز جزئيا، لذلك لا يستطيع أن نحمل اللوم كليا للنواب بقدر ما نحمله للسلطة التنفيذية التي من مهامها بالدرجة الأولى تقديم الخدمات وفقا للقوانين والعقد الاجتماعي اللي يربط الليبيين ببعضهم، وإلا فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيم ردود الفعل. النواب واتحاد المنطقة مثلا، بعض الليبيين يقول أنه يجب على الجنوب أن يتحد فيما بينه، لا يوجد عاقل يستطيع أن يقول لا يوجد عاقل يقول أن جماعة بشرية اتحدت، إذا اتحدت الجماعة البشرية يمكن أن تشكل دولة في ذاتها. وظيفة الدولة هو ضبط التناقض بين المجتمعات وضبط الموارد فيما بينها. دعنا نضع فرضيات سيد الأنصاري. سيد الأنصاري دعنا نضع بعض الفرضيات. اليوم في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أهالي الجنوب، وتم التهميش أو استمر هذا التهميش الذي يقول عن أهالي الجنوب، واستمرت يعني نفس الحالة وهي القوى الإقليمية والدولية التي من الممكن كما قلت حضرتك أن هي تتحكم في الجنوب، هل من الممكن أن يتم اللجوء إلى إقفال الحقول النفطية؟ لا أخفيك سرا أن هنالك حركات كثيرة جدا في المنطقة الجنوبية الآن بدأت بالتحرك وأمهلت في المدة بالأمس القريب، بالأمس فقط هناك شباب اجتمع فئات كثيرة جدا من مختلف المكونات في المنطقة الجنوبية نادوا بعدة مطالب، منها توحيد المؤسسات، منها دعم المليار المخصص والمجرم الموجود في مصرف المركزي لتنمية المنطقة الجنوبية، وأمهلت 72 ساعة في حالة عدم تلبية هذه المطالب ممكن أن تلتجئ إلى نقطة إغلاق الحقول النفطية التي نرى بأنه قد لا يكون أسلوب أخلاقي ولكنه قد دفع به أهل الجنوب كرها، ونحن لا نريد هذا الأمر الالتجاء إليه، إنما على حكومة الوحدة الوطنية أن تذهب إلى لدعم المنطقة الجنوبية عبر بلدياتها ودعم المشاريع الزراعية ودعم التنمية المكانية وتوفير الوقود. هل هناك أي تواصل من قبل النواب الممثلين للجنوب الليبي اليوم لأهالي الجنوب؟ هناك بعض من النواب يحاول أن يتواصل، ولكن ماذا التواصل؟ هو مرتبط بقدرة السلطة المركزية، مرتبط بقدرته في التأثير بالسلطة المركزية، مرتبط أيضا بمدى قبوله في المنطقة الجنوبية. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تحدد مدى قوة النائب وإمكانيته في التأثير في المنطقة الجنوبية. يعني اليوم أهالي الجنوب يضعون اللوم على السلطة المركزية في طرابلس لتهميشهم وعدم الالتفات لمطالب أهالي الجنوب التي تتمثل في عدة نقاط ذكرت منها حضرتك، توحيد المؤسسات وأيضا الإيفاء من الممكن بالوعود التي وعدت بها حكومة الوحدة الوطنية عند استلامها لمهامها. شكرا جزيلا لك من الناشط المدني محمد الأنصاري على كل هذه المعلومات. أقيم بقاعة السلام بمركز تمن هند في مدينة أو في بلدية وادي البونيس فعاليات ملتقى البلديات بحضور عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية والتسييرية من مختلف مناطق ليبيا، حيث يهدف الملتقى إلى ترسيخ الحكم المحلي ودعم اللامركزية ودعم التنمية المحلية. أقيمت بقاعة السلام بمركز تمن هند للمعارض في بلدية وادي البونيس فعاليات ملتقى البلديات بحضور عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية والتسييرية من مختلف مناطق ليبيا. هذا الملتقى يهدف إلى ترسيخ الحكم المحلي ودعم اللامركزية إلى جانب دعم التنمية المحلية. الهدف هذا الملتقى ترسيخ الحكم المحلي اللامركزية، بناء شراكات مع البلديات الرائدة، دعم البلديات الليبية، وكذلك هو الضغط أصلا بصفة عامة أن احنا حنكون ضاغطين على وزارة الحكم المحلي للبلدية اللامركزية. انعقاد هذا الملتقى يدل على قدرة البلديات على العمل ومساهمتها في تحقيق الاستقرار وإنجاز التنمية المحلية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل كل بلدية، والتأكيد على تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 59 من أجل ترسيخ الحكم المحلي حتى يتم تقديم الخدمات للمواطن مباشرة. عشان نوضحوا للحكومة أن فيه مجالس بلدية وفي حكم محلي هو الأولى بتفعيل الإدارة المحلية داخل ليبيا، لأن هي اللي بتساهم في الاستقرار وهي اللي بتساهم في السلم داخل كل بلدية.
هل سيكون لمخرجات هذا الملتقى صدى لدى حكومة الوحدة الوطنية والتي تعول عليها البلديات في هذه المرحلة الانتقالية المهمة؟ رمضة كرنفودة، WTV سبها. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من هنا ليبيا، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقات قادمة. إلى وقتها كونوا بخير. تنميرت.